أظن أن هذه ستكون جيدة يا ليلى. أوه، اختيار ممتاز. والآن، هل قلت لي أيضاً إنك ستكوي ملابسك؟ نعم، هذا صحيح. أوه، لدي هذا المنتج، بخاخ جديد ينبعث عطره أثناء كي الملابس، صدقني. راقد. أوه، رائع جداً. شم العطر. مرحبا يا سارة، هل تريدين القدوم لترى شيئا رائعا في الخلف؟ حسنا، موافقة. تعالي إذا. انتظر، سأجد مكانا أترك فيه الكلب. النجدة! إنه فتحي. أوه. يبدو أنه في ورطة. النجدة، أنزلوني! النجدة! يا للهول، ما هذا؟ النجدة، أنزلوني! تمسك يا فتحي، أحتاج إلى السلم. لا تقلق، أمسكت به سامي. أحسنت عملا يا تامر. لا أستطيع التشبث مدة أطول. فتحي، أوه، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، بمساعدة سامي. حمدا لله. وهل أصلحت صنبور الماء؟ إذن ما هو رأيك؟ إذن أهذا كل شيء؟ لا، بالطبع ليس كل شيء. تحتاج إلى كوب كبير من الشاي الحلو. سأشرب كأسا إن كنت ستعدينه. ماذا؟ لا، نسيت رفع مكبح اليد. تراجعوا. أحسنت عملا سامي، أنقذت الموقف ثانية رغم أنك في عطلة. لا، أشعل السيد فتحي الحريقة في مطبخه. هناك حريق في منزل فتحي، انطلقوا بسرعة. ولكن إنهم في جوبيتر. أنا رجل إطفاء حقيقي الآن بفضل جهاز اللاسلكي. القاعدة تنادي جوبيتر. هو مجددا. عليك ألا تستمع إليه. هل تسمعونني؟ مطبخ السيد فتحي يحترق، اتجهوا إلى هناك بأقصى سرعة. نحن في طريقنا سيدي. الإطفائي فارس قادم للإنقاذ. لكن يا فارس توقف. لا، يبدو أنه حريق. وربما فتحي في الداخل، يجب أن أحذره. لا، فتحي، أين أنت؟ نعم يا رئيس قسم الإطفاء، أنا بأمان في الخارج الآن. هذا جيد، لا تدخل المبنى ثانية، فذلك خطر جدا. فتحي، من فضلك، هل رأيت فارس؟ لا سارة. النجدة، أنا محاصر. إنه داخل المنزل. داخل المنزل؟ لا. لا تقلقي، ها قد جاء سامي، سيعرف ما يجب فعله. الإطفائي سامي، إن فارس في الداخل. ماذا؟ لا وقت نضيعه. فارس، أين أنت؟ في غرفة الجلود. لا أستطيع أن أجد طريق الخروج. أيمن، اقطع التيار الكهربائي. حاضر. سأحضر فارس. أمسك يدي يا فارس، سأقودك إلى الخارج. رائع جداً، حمداً لله. والحريق انطفأ. شكراً لك سامي،
لن أستمع إلى جهاز اللاسلكي بعد الآن. أها، هكذا كنت تسبقنا إلى الإنقاذ إذن. كان يلتقط إشاراتنا اللاسلكية. أنا آسف، لقد أردت حقا أن أكون رجل إطفاء مثلك، لكنني لم أعد أريد ذلك الآن. لا تتعجل يا فارس، ففتى شجاع مثلك سيصبح إطفائيا يوما ما. حقا؟ نعم، أنت لا تحتاج إلا إلى تدريب. السيد فتحي يتدلى من سطح بيته. نعم، فتحي عالق على سطح منزله. أيمن، ابقى هنا وانتبه إلى المكتب. بما أنك مريض سأذهب عنك. سأخذ فينوس، اتبعني. أمرك يا سيدي. خذ خذتك يا سيدي. نعم صحيح، نعم طبعاً. ركل الكرة داخل المتجر. لكن أمي، لقد أتلفت البروكلي سلفا وسحقت الجزر الأبيض. اذهب والعب في المتنزه. حاضر أمي. بسرعة، لا أعلم كم من الوقت سيصمد. لا حاجة للإصابة بالذعر يا سيدة، وصل فريق الإنقاذ. لدي سنوات من الخبرة في هذه الحوادث. أنا مستعد وقوي كالعادة. ألا يجب أن نبدأ بإنزاله يا سيدي؟ ماذا؟ نعم بالتأكيد، استعدا لرفع السلم. ألا يجب أن نثبت السيارة أولا يا سيدي؟ نعم ثبتها. ضربة قوية. ماذا؟ لا، لقد علق رأسي. النجدة، ساعدوني، ليساعدني أحد ما. النجدة. إلى اليسار، إلى اليمين. سامي، هل أصعد ليساعدك؟ أستطيع تدبر الأمر، شكرا يا سيدي. لا تقلق يا فتحي، اهدأ، سأنزلك في أسرع وقت ممكن. هذا يذكرني بالمرة التي علق فيها خروف فوق برج مرتفع. أكاد أصل يا فتحي. بثبات، لا داعي للعجلة أبدا. نعم بهدوء. ماذا قلت؟ حالة طارئة أخرى؟ علق رأس صبي بين القضبان؟ لا تقلقا، أستطيع تولي الأمر وحدي، إلا إذا كنتما بحاجة هنا. لا، اذهب سيدي، يمكننا إنهاء الأمر. أبي بأمان، إنه بخير. شكرا سامي. شكرا سامي. قبل أن ننزل، هل أستطيع نصب الهوائي؟ يا أيمن. أماني، تولي إدارة قسم الإطفاء. أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصياً. لا أستطيع التمسك أكثر من هذا. يجب أن تفعل ذلك. أوه، انظر. رائع. تمسك يا محسن. هل سننقذهما كما أنقذنا دولي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن، يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس. أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم. لا مشكلة سامي. بسرعة، لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا. أفلت الغصن يا محسن، سنمسك بك. رائع، هذا ممتع. ابقى هادئا يا فارس، سأنزلك بأقصى سرعة. شكرا سامي. أعتقد أن هذه لك، صحيح؟ نعم.
بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئا بشأنها. شكرا لك يا رئيس قسم الإطفاء. شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل. وكنت طيارا بارعا تكاد تكون ببراعة عندما أخذت رئيس قسم الإطفاء سليم. كان علي أن أعلم. كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط. لا، غير صحيح. حسنا، بقي أمر واحد، أعطني جهاز التحكم عن بعد. شكرا يا محسن، سيصادر طائرتي بسببك، أرأيت؟ لا يا فارس، حان الوقت لأريكما كيف تجعلان هذه الطائرة تطير حقا وبسرعة. نعم، بدأت أتذكر الطريقة. هيا طيري طيري يا طائرتي طيري. أحضرت بعض الورود لغرفتك يا محسن. لكني لا أحب الورود أبدا. لا تقلق يا محسن، ستجعل رائحة الغرفة عطيرة. لكن عزيزي، يلها من ملابس مرتبة. لدي مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه. أنت كنز صغير رائع. سأذهب وأضع فرشة أسناني في مكانها. نعم، افعل ذلك. لا أستطيع جعل مجدي يتباهى أمامي، وإن أبعدته عن طريقي سأثبت لأمي كم أنا كنز صغير رائع. وأعتقد أنني أعرف كيف أفعل ذلك. هذه الورود جميلة، ولكنها ليست أزهار بنفسج مدينة الأحلام. ماذا؟ بنفسج مدينة الأحلام؟ ما هي؟ إنها الورود الوحيدة المفضلة لدى أمي، وكم تود أن تكون لديها مزهرية منها على الطاولة وقت الشاي، لكنني سأكون مشغولاً جداً بتلميع حذائي. ربما أحضرها أنا لها. شكراً، ولكن لا يمكن العثور عليها إلا في الجبل. مؤسف. لذا رسمت لك خريطة، أترى؟ رائع. لا تقلق، ستعود قبل موعد الشاي. حسناً، ها أنا ذا. مهلاً، حصلت عليه. إنها قطعة خس مقرفة ومتعفنة. أعتقد أننا نحتاج إلى العمل الجماعي، أليس كذلك؟ حسناً يا أماني، أنا سأسلط المصباح وأنت ستخبرين أيمن في أي اتجاه يحرك. إلى اليمين؟ لا لا، إلى اليسار، تكاد تمسك به. أجل، هكذا. هيا أخرج الخطاف ببطء الآن. رائع، سأبدأ بتناول الكعكة. أعتقد أنني تهت في هذا الجبل. لكن ما الاتجاه الصحيح؟ متأكد من أنني رأيت ذلك الجذع سابقاً. ولكن لحظة، تبدو وردة حمراء وجميلة. إنها قطعة قماش قديمة. النجدة! النجدة! الأسمدة تحترق في منزل فتحي؟ ليس هناك أحد إلا أنا وأنت، الآخران ذهبا إلى عرض الورود. نحن ذاهبان إلى هناك أيضا. تراجعوا جميعاً، اتركوا الأمر للمحترفين. سامي وأماني في طريقهما إلينا. إنهما قادمان. We'll be right back.
شكرا لكما يا سامي وأماني. لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة، لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائما حتى تبرد. فتحي؟ نعم صحيح، فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع. كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف. لكن كيف بدأ الحريق وحده؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة. الأسمدة كانت حارة جدا أصلا، وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق. أعتذر من الجميع، أردت لهذا العرض أن يكون ناجحا، والآن أفسدت كل شيء. لا أبي، لم تفعل. ابنتي. لا بأس، الورود والخضار لا تزال سليمة، صحيح؟ نعم سيدي، باستثناء نبتة الطماطم. رائع، لنبدأ التحكيم إذن. النبتة الفائزة هي نبتة الخردل التي زرعها كل من فارس وسارة. هذا ليس كل شيء، هناك جائزة إضافية لأكثر نبتة مضحكة، نبتة الطماطم الملصقة والموضوعة في دلو الحريق. قارب شادي، قارب شادي. أمي محسن، هل تركت صنبور الماء مفتوحا؟ لا يا أمي، فالفيضان يغمر مدينة الأحلام كلها. لم أدخل الغسيل من الخارج، يجب إيجاد حل بأسرع وقت. عجبا، ما هذا المنظر؟ إنه أسوأ مد عال شهدته مدينة الأحلام على الإطلاق. سنستغرق زمنا طويلا لتنظيف هذا. نعم، وهذا عندما ينحسر المد، ولن يحدث هذا قبل ساعات. للرئيس قسم الإطفاء سليم، أنا إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا سيدي. عائلة شادي عالقة فوق سقف المطعم. نحن في طريقنا إلى هناك، انتهى يا سيدي. سيكون يوما حافلا. فطورك خبز محمص بالبيض، يجب أن تأكل. أمي، أتعتقدين أن وديع وصغيره سيكونان بخير؟ لا تقلق، سيكونان بخير. وإن لم يكونا بخير، وإن احتاجا إلى المساعدة في هذه اللحظة؟ اسمع، سأتصل بالإطفائي سامي وسيفعل اللازم. شكرا يا أمي. أمل أن تكونا بخير الآن. شكرا لقدومك سامي، اضطررنا للصعود إلى هنا لأن الماء يرتفع بسرعة. هذا واضح، هل الجميع بخير؟ أجل، ولكن لا نجد القط مشمش. سنبحث عنه يا سميحة، لكن لننزلكم جميعا من هذا السقف. هناك شيء آخر سامي، قاربي قارب الصيد لقد اختفى. سنعيدكم جميعا إلى قسم الإطفاء وبعدها نستطيع البحث عنه. حسنا يا فهد. رمية رائعة يا فاتن. عجبا، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف، سأتصل بالإطفائي سامي. نور استغاثة انطلق من الجرف. فهد نور استغاثة يا سامي، لابد أن أحد الماء في ورطة، سيقابلك فهد هناك بالمروحية. يا
إطفاء سامي. إنها أماني، علقت على الجرف، يجب أن تساعدها. لا تقلق يا فاتن، سوف ننقذها. فهد، أنزل الحبل المزدوج. حسناً يا سامي، سوف أنزله الآن. حسناً يا فهد، ارفعني ببطء. عثرت على عصا الاستغاثة، وأحسنت بعدم اللعب بها أيضا. تهانينا لك يا فاتن، أنت بطل. أتسمع ذلك يا أيمن؟ إنها أغنية الحوت. في مكان ما من البحر هناك حوت ينادي أصدقائه. أنا أعرف أغنية الحوت، أهز ذيلي وزعانفي وأرشق الماء بنافورتي، أهز ذيلي و... أهلا بك سيدي. أيمن، غناؤك حقا مشوه. يسار يمين، يسار يمين، تعهد. تبدو أنيقا يا سيدي. لدي سبب وجيه. اليوم سنحصل على صورة جماعية رسمية يا سامي. علينا جميعا أن نبدو مرتبين ولامعين. هذا يشملك أيضا أيمن. يمكنك الاعتماد علي سيدي. هذا واحد آخر. أصبح لدي ثلاثة سرطانات وسمكتان كبيرتان. لا شيء، هذا الوقت لنجرب بركة أخرى. ماذا قلت لك يا فاتن؟ محسن هو سيد البرك الصخرية. كنت محظوظا فقط. رائع، نجمة بحر وسرطانا أيضا. تعال يا محسن، وانظر، تعال بسرعة. اقترب أيمن. نعم، انخفض سامي. أعتذر منكم، نسيت أن أضع فيلما في الآلة. مكانكم، سأعود بسرعة. بسرعة تامر. مرحبا، ما الذي تفعله هنا؟ علقت صحيح؟ هل أمك التي تناديك؟ لا تقلق، سأساعدك. يمكننا تأجيل مسابقة صيد السمك. محسن تعال، أحتاج إلى المساعدة، وجدت حوتا. نعم صحيح، وأنا اصطدت حورية. لنواجه الأمر يا فاتن، أنا سيد البرك الصخرية. لما هذه العجلة يا فاتن؟ وجدت حوتا على الشاطئ هناك. ماذا؟ حوتا وعلى الشاطئ؟ نعم. لابد من أن المد العالي جرفة، يجب أن نبقيه رطبا ونعيده إلى الماء بسرعة. ولكنه ضخم جدا. إذن سنحتاج إلى المساعدة، سأتصل بالإطفائي سامي. حسنا، والآن في أي قابس سأضع هذا؟ الكعكة. إنه الفرن سامي، لقد احترقت الكعكة. لا تقلق فتحي، سنتولى الأمر. إنه حريق كهربائي يا أيمن، يجب أن نقطع التيار الكهربائي. هناك. حاضر سامي. لقد فعل. حسناً، نستطيع القول إن الكعكة خبزت بالتأكيد يا أيمن. لا، كعكة أمي. مطبخي. ما كان ينبغي أن تترك فرناً مشتعلاً أبداً. لكني ضبطت المؤقت تماماً. ربما ضبطته مدة طويلة. آسف. إنها غلطتي أيضاً سامي،
كان علي أن أراقب ضبط المؤقت جيدا. ولكن ماذا عن حفلة يوم مولد أمي المفاجئة؟ أخطأت في كل شيء، كنت لئيما مع فات وسارة، أردت للحفلة أن تكون مثالية. اسمع، لا يزال لدينا وقت، إن سمحت لنا بمساعدتك سأحاول ثانية. فاتن، شرط ألا تضايقنا يا محسن. لن أضايقكما، أعدكما. أمتأكد من أن كل شيء بخير؟ كنت تتصرف بغرابة طوال اليوم. ليس هناك شيء سيدة الليلة. إنه ولدي محسن وهو في ورطة، صحيح؟ لا، شيء ما يحدث وسأكتشف ما هو. لا، عودي سيدة ليلى، عودي، أستطيع أن ألمع الخيار الثاني الدان. مفاجأة. يوم مولد سعيدا يا أمي. محسن، ألم تنسى؟ أخبرني، هل نظمت كل هذا وحدك؟ حسناً، لقد ساعدني أصدقائي قليلاً وأنا من أنجز العمل. يا كنزي الصغير. أمي. حسناً، ستبقى ثابتة حتى نهاية السباق. حظاً موفقاً للجميع، وتذكروا أن تتبعوا السهام الموجودة. هيا تأهبوا، استعدوا، انطلقوا. هون عليك محسن. لا نستطيع، فلا توجد جوائز للمركز الثاني. يسار، يمين. لا، بل يمين. يسار، يمين. يسار. أتأرجح وأغني إم بامبو. أتأرجح وأغني إم بامبو. آسفة. آسف يا ليلى. هيا انطلق الآن. نواجه بعض المشاكل في كيفية البداية. آسفة، خيبت ظنك. عليك فقط أن تشعري بالإيقاع يا ليلى. قولي شيئا يساعدك على التركيز، قولا مزجوعا. ما رأيك؟ ستجد الكثير في متجر الصغير. حسنا، لنجرب ذلك. ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير. هذا السباق متعب جدا. يمكننا الاستراحة، فقد سبقناهم، وأنا أعرف كيف سنحافظ على تقدمنا الدائم. راقبي هذا. ماذا تفعل؟ هل ستستسلم يا محسن؟ لا، لن أسمح إلا لكما بالتقدم علينا. هيا يا أيمن لنذهب من هنا. أركض. توقف عنك في فارس. أنت من تدفعينني. لا، بل أنت من تدفعينني. انتهينا، أمي وسامي سيكونان متخلفين لأميال. لكنها حيلة خسيسة. كما قلت لك، لن أخسر هذا السباق مهما حصل. ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير في متجر الصغير. برفق شديد. اللافتة أشارت إلى هذا الاتجاه. ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد. يوهو، محسن. كيف وصل إلى هنا بسرعة؟ قلت أنها ستكون متخلفة مسافة أميال. هيا، أعرف طريقا مختصرة. لا يعجبني هذا الغش يا محسن. أنا أسمي هذا فوزا. هيا. مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي.
رؤيتهم. هيا بنا. أخيراً، إنهما أماني وسامي. سأتولى أمر الزورق يا أماني، وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي. حسناً يا سامي. وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريباً. أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. لا لا لا، سوف أثبتها. سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير. مجرد روتين يومي. اختبروا الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا. إنها لي. لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي. لم تكن غلطتي، كانت غلطة الريح. محسن، أخبرتك ألا تبحر أبداً إلا مع وجود راشد معك. وما المشكلة؟ كفى الآن محسن، أنت تدرك ما عانته أماني. أنا آسف، عرضت الجميع للخطر. شكراً على المساعدة الشادي، ولك أيضاً يا سامي. أوه، لا بأس بذلك يا محسن، لكن لا تفعل ذلك ثانية. أستطيع قيادة قاربك عندما تصلح عجلة القيادة يا شادي؟ لما لا تفعل شيئاً آمناً أكثر محسن؟ كأن تلعب بالطائرة. نعم، لا أحد يتعرض للخطر وهو يلعب بطائرة. هل الجميع بخير؟ نعم، أظن ذلك. كان ذلك رائعا كما يحدث في التلفاز. هل سنتابع رحلتنا؟ أنا آسف يا ليلى، لكننا علقنا. علقنا. انحرفت عن مساري لأتجنب صدمة الحيوان، والأرض محيلة جدا هنا. انتهى أمرنا. اهدئي ليلى، سأطلب المساعدة. لا توجد تغطية. أتعني أننا علقنا هنا؟ ماذا سنفعل الآن؟ الحيوان الذي كاد تامر يصدمه ربما كان الوحش البري. هذا ليس مضحكا محسن. اطمئن فارس، لابد أن يدرك أحد ما بأننا مفقودون. هذه ليست حالة طارئة حقيقية أبدا يا سميحة. أنا آسفة سامي، أتمنى لو أن مشمش يتوقف عن الاختفاء هكذا. لا تقلقي، من الطبيعي أن تختفي القطاط لعدة أيام. قد يكون في أي مكان، في الخارج، وحيداً. اسمعي، سأبحث عنه بنفسي الآن، لكن سيعود عندما يجوع. نعم، أنت محق يا سامي. بالحديث عن الجوع، من الأفضل أن أعد عشاء التوأم. يفترض أن يعودا من رحلة المدرسة في أي لحظة. لا فائدة، سينفد الوقود إن تابعت المحاولة. أريد العودة إلى البيت. ماذا لو لم يأتي أحد؟ أبداً، ماذا سنأكل عندها؟ لن أكون قذيفة المدفع. لم يبقى إلا حل واحد، سأذهب وأطلب المساعدة قبل أن يحل الظلام. لكن تامر، لا يمكنك الذهاب وحدك، ماذا لو أنك تهت؟ أو نال منك الوحش البري. مكتوب هنا في كتاب التوجيه أنه لا ينبغي مغادرة حافلة جانحة، ابقوا معاً وانتظروا المساعدة. قد تمر ساعات قبل أن يجدنا أحد، وأنا جائع. مشمش مفقود، والآن فارس وسارة، أين الجميع يا ترى؟ مجرد طائر. مرحبا مرحبا، من هناك؟ استجمع قوتك تامر.
لقد علقت قدماي، علقت في الأوحال. أنيتا نعم، رائع، أخيرا. اهدأ يا أيمن، هذه لحظتك الهامة يا فتى. منطقة الخليج، يا إلهي. إنها الحافلة، لقد جنحت على الشاطئ في الخليج والمد يقترب منها بسرعة. حسنا، أنا وأماني سنأخذ جوبيتر. اتصل بفهد وأخبره أننا هناك. دع الأمر لي. وأحسنت عملا يا أيمن، عمل جيد. سنجعلك رئيس قسم الإطفاء. رئيس قسم الإطفاء أيمن، هذا يعجبني. علينا أن نسبح إلى الشاطئ. بالتأكيد لا، فهذا خطر جدا. سننتظر المساعدة هنا. بعد 200 ياردة ابقوا مكانكم. لا تقلقوا جميعاً، سوف يأتي سامي قريباً. معدتي أصيب بدوار البحر. أوه، صغيري المسكين يتألم. إنه السيد فهد، وصلت المساعدة. أجب يا فهد. مرحباً سامي. أرسل الرافعة، الحافلة ستغمر بالماء، سنضطر إلى رفع الجميع. لا مشكلة، سأنزل الحبل المزدوج الآن. حسناً يا فاتن، أنت أولاً، لا تخافي. أخاف؟ بالعكس، هذا مذهل. أحسنت فهد، أنزل الآن. رائع. والآن دور الآخرين، قريباً سيكون الجميع بأمان. أحسنت يا سامي. يا للهول، مشهد رائع. ولكن حسنا، كان الأخير يا فهد، عمل جيد. شكرا سامي، وداعا. هيا استمروا جميعا. مهلا محسن. ليس بهذه السرعة. لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى. نحن هنا، هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام، و هناك الميناء، و لا، يا للهول. رائع، الآن لم تعد لدينا خريطة. من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي. هيا. سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد، فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد. لا تقلق سامي، سأفعل ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك. شكرا فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ. إنه رائع، أيمن وشادي يسيطران على الوضع. لقد سلكنا هذا الطريق من قبل. قال تامر إنه كان يتبع أنفه، ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ. عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون. حسناً إذن، من الذي أحضر الطعام؟ ظننا أنه معك. أنا؟ لا، ظننت أنه معكم. هذا أسوأ يوم نقضيه في الخارج على الإطلاق. هاي، لا داعي للاكتئاب محسن، فلا نزال نستمتع بوقتنا. لكن ليس لدينا طعام غداء. ها، من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن. لقد تذكر حزم قيثارته، لكنه نسي إحضار أي طعام. نحن رواد مدينة الأحلام، نبحر دوما وبالكاد ننام.
شجعان لا نعرف الاستسلام. هيا جميعا ابتهجوا، نحن رواد مدينة الأحلام المبتهجون. حسنا لقد جمعناها كلها. أحسنتم جميعا، لقد عملتم كلكم بجد اليوم. شاي رائع لديك. مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضا؟ أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضا، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا, لا, لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولا. هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب. قم موفقا. آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي. اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولا. كل شيء في وقته، أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. أوه مشمش، أنت بأمان، بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة. ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكرا جزيلا لك يا سامي. هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلا يا أيمن، كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج، وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. وطرقت إلى الخلف. رائع يا فتحي، رائع. نحن نتراشق بالماء. وبهذا نحن نغتسل. نحن نتراشق بالماء وبهذا نحن نغتسل.